قررنا ان احنا ننزل نلون الشوارع بدل ما احنا ما بنشوفش الوان خالص. اشتغلنا في العجوزة والكيت كات، عملنا هناك سلمين، عملنا حيطة وعملنا عمود. النهاردة احنا جينا غمرة، عملنا السلم ده ولسه هنعمل السلم التاني اللي قدامه. هدفنا ان احنا يعني الناس تشوف الوان في حياتها على اساس ان هي ننشر السعادة، خصوصا ان احنا المشاكل حوالينا عمالة بتزيد، فالناس حالتها النفسية عمالة بتسوء اكتر واكتر. ان الحي مش بيساعدنا خالص باي معدات، وشركة سكيب دعمتنا مديانا دهانات. احنا تاني مرة ننزل النهاردة مساعدة شركة سكيب، مديانا دهانات ببلاش تماما. الحي الحقيقة ما ساعدناش ولا في نظافة ولا في خامات ولا اي حاجة.